مجمع الأندلس التعليمي، تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسلامية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم طلابنا الأعزاء، طلاب الصف الرابع الابتدائي في درس جديد من دروس العلوم، حل أسئلة وأوراق عمل إثرائية لاختبار منتصف الفصل الدراسي الثاني. يتوقع منك عزيزي الطالب في نهاية هذا الدرس أن تكون قادرا على الإجابة على جميع الأسئلة بشكل صحيح. نبدأ أحبائي أولا بورقة العمل الأولى. أولا، ما الأداة التي تستخدم لقياس درجة الحرارة؟ الأداة التي نستخدمها لقياس درجة الحرارة هي مقياس الحرارة. ثانيا، أي المناطق التالية درجة الحرارة بها 40 درجة مئوية؟ متوسط درجة الحرارة 40 يناسب منطقة الصحراء. ثالثا، كم تبلغ درجة غليان الماء؟ تبلغ درجة غليان الماء 100 درجة مئوية. رابعا، ما الوحدة المستخدمة لقياس درجة الحرارة؟ الوحدة التي نستخدمها لقياس درجة الحرارة هي الدرجة المئوية. ثانيا، الأسئلة المقالية: ارسم ارتفاع السائل داخل الثيرموميتر وفقا لدرجات الحرارة التالية. الثيرموميتر الأول درجة الحرارة سالب 10، سالب 10 تكون تحت الصفر، نقوم برسمها وتلوينها. الثيرموميتر الآخر درجة الحرارة فيه 80 درجة مئوية، نقوم بتلوين الثيرموميتر حتى 80 درجة مئوية. ثانيا، يستخدم الأطباء والممرضون مقياسا إلكترونيا لقياس درجة حرارة المرضى. اذكر سببا لتفضيل الأطباء استخدام مقياس درجة الحرارة الإلكتروني بدلا من مقياس درجة الحرارة الزجاجي. من الأسباب التي تؤدي لتفضيل الأطباء استخدام مقياس الحرارة الإلكتروني هي أنه أكثر أمانا كما أنه أكثر دقة. ثانيا، اذكر سببا لأهمية قياس درجة حرارة المسافرين القادمين في المطارات، وذلك لمعرفة إن كانوا مصابين بأي مرض. ثالثا، سمي مقياس الحرارة أسفل الصورة. المقياس الأول هو المقياس الحرارة الزجاجي، والمقياس الثاني هو مقياس الحرارة بالإبرة. ورقة العمل الثانية. 1. أي مما يلي هو الرقم الذي يعبر عن مقدار سخونة الجسم أو برودته؟ نسميه بدرجة الحرارة. ثانيا، في الصورة المجاورة طفل يقيس درجة حرارة جسمه، كم يمكن أن تكون لو كان سليما؟ درجة حرارة الإنسان البالغ السليم هي 37 درجة مئوية. ثالثا، ما هو الاسم الشائع لمقياس درجة الحرارة؟ الاسم الشائع لمقياس درجة الحرارة هو الثيرموميتر. رابعا، في أي ساعة من النهار تكون درجة الحرارة 25 درجة مئوية؟ بالاستعانة بالرسم البياني المجاور تكون الساعة العاشرة هي التي تكون فيها درجة الحرارة 25 درجة مئوية. السؤال الثاني، أعين على مقياس درجة الحرارة درجات الحرارة التي تناسب كل مكان مما يأتي.
درجة الحرارة الأولى هي 47 درجة مئوية، ودرجة الحرارة هذه تناسب متوسط درجة الحرارة في دولة قطر في شهر يوليو. درجة الحرارة الثانية هي 37 درجة مئوية، وتناسب درجة حرارة جسم الإنسان الطبيعية. بينما درجة الحرارة الثالثة هي 5 درجات مئوية، وتناسب درجة الحرارة في الثلاجة. أما درجة الحرارة الرابعة وهي -5 درجات، فتناسب مجمد الثلاجة. السؤال الثالث، انظر إلى الرسم البياني التالي الذي يوضح متوسط درجات الحرارة في مناطق مختلفة، ثم أجب عن الأسئلة التالية: أولاً، ما المنطقة المناخية التي لها أدنى درجة حرارة؟ بالاستعانة بالرسم البياني، نلاحظ بأن المنطقة المناخية التي لها أدنى درجة حرارة هي المنطقة القطبية. ثانياً، ما المنطقة التي لها أعلى درجة حرارة؟ إنها الثلاجة. ثالثاً، ما متوسط درجة الحرارة في الثلاجة؟ هي 5 درجات مئوية. ورقة العمل الثالثة، أولاً، ماذا سيحدث في مجمد الثلاجة إذا ارتفعت درجة الحرارة عن الصفر المئوي؟ إذا ارتفعت درجة الحرارة عن الصفر المئوي، سيبدأ الجليد بالانصهار. ثانياً، أي درجات الحرارة التالية يتحول فيها الماء السائل إلى صلب، أي يتجمد؟ درجة الحرارة التي يتجمد عندها الماء هي الصفر المئوية. ثالثاً، ماذا يحدث لفنجان من القهوة الساخنة عند تركه في الغرفة لمدة 4 ساعات؟ سوف يصبح له نفس درجة حرارة الغرفة. رابعاً، ما متوسط درجة الحرارة للقياسات التالية؟ 25 درجة مئوية، 20 درجة مئوية، 15 درجة مئوية. لإيجاد متوسط درجة الحرارة، نقوم بجمع القياسات مع بعضها البعض، ثم نقوم بقسمة المجموع على عدد القياسات، فتكون الإجابة هي 20 درجة مئوية. السؤال الثاني، ادرس الرسم البياني الذي يمثل درجات الحرارة في دولة قطر خلال أيام الأسبوع. أولاً، أي أيام الأسبوع كانت درجة الحرارة هي الأعلى؟ بالاستعانة بالرسم البياني، نلاحظ بأن يومي الخميس ويوم الأحد هما أعلى درجة حرارة. ثانياً، أي أيام الأسبوع كانت درجة الحرارة هي الأقل؟ نلاحظ بأن يوم الثلاثاء هو أقل درجة حرارة. ثالثاً، أي أيام الأسبوع كانت درجة الحرارة 26 درجة مئوية؟ كانت يوم الأربعاء. السؤال الثالث، احسب متوسط درجة الحرارة لكل من الدرجات الآتية: 10 درجات مئوية، 8 درجات مئوية، 4 درجات مئوية، ودرجتين مئويتين. لإيجاد المتوسط، نقوم بجمع هذه القياسات أو هذه الدرجات مع بعضها البعض، فيكون الناتج 24 درجة مئوية. ثم نقوم بقسمة المجموع على عدد القياسات. عدد القياسات هي 4 قياسات، فنقوم بقسمة 24 تقسيم 4 درجات، فيكون متوسط درجة الحرارة هو 6 درجات مئوية. السؤال الرابع، انظر إلى الرسم الذي أمامك ثم أجب عن الأسئلة التالية: كم تبلغ درجة حرارة الماء في الكأس المدرج؟ بالنظر إلى مسجل البيانات، نلاحظ بأن درجة الحرارة في الكأس المدرج هي 5 درجات مئوية، وحجم الماء في الكأس المدرج هو 150 مل،
واسم مقياس الحرارة الموضح في الصورة التي أمامنا هو مستشعر ومسجل البيانات، ويعتبر من أكثر مقاييس الحرارة دقة. السؤال الخامس، ادرس الشكل الآتي ثم أجب عن الأسئلة التالية: أي الوعاءين يكون في زمن التسخين أسرع؟ إنه الوعاء A. وما الذي تم تغييره في هذه التجربة أدت إلى تغيير سرعة التسخين وهو كمية الماء؟ ورقة العمل الرابعة، ما المقصود بالمواد التي تسمح بمرور الحرارة من خلالها بسهولة؟ نسمي المواد التي تسمح بمرور الحرارة من خلالها بسهولة بالموصل الحراري. ثانياً، ما المقصود بالمواد التي لا تسمح بمرور الحرارة من خلالها بسهولة؟ نسميها بالعازل الحراري. ثالثاً، عند الإمساك بمقلاة معدنية موضوعة على النار، من أي المواد يفضل صناعة المقبض؟ يفضل صناعة المقبض من الخشب. رابعاً، ما المادة المناسبة لصنع حافظة الطعام؟ المادة المناسبة لحفظ الطعام هي من الفلين. ثانياً، صنف المواد التالية إلى مواد عازلة ومواد موصلة للحرارة: من المواد الموصلة للحرارة إناء طهي الطهي والحديد والملعقة المعدنية، بينما من المواد العازلة للحرارة مثل المقبض الخشبي والمسطرة البلاستيكية والمعطف الصوفي. ثانياً، يجري بعض الطلاب استقصاءً للبحث عن أفضل عازل حراري، ويسجلون درجات حرارة الماء الساخن الذي ترك في أوعية مغطاة بمواد مختلفة لمدة 20 دقيقة. لاحظ الجدول ثم أجب عن الأسئلة التالية: أولاً، ما المادة التي تعد أفضل عازل حراري؟ إنها كوب الفلين، وذلك لاحتفاظها بدرجة حرارة أعلى من المواد الأخرى. ب. ما المادة التي تعد أفضل موصل حراري؟ إنها الوعاء المعدني، وذلك لأنها لم تحتفظ بالحرارة أو كانت أقل مادة احتفاظاً بالحرارة بسبب توصيلها للحرارة للخارج. ورقة العمل الخامسة، أي العبارات التالية تصف مصدر الصوت المنخفض؟ إنه له شدة اهتزاز صغيرة. ثانياً، أي من هذه العبارات غير صحيحة؟ وهي C، عندما يهتز الجسم يبقى هادئاً. ثالثاً، ما المسافة التي يمكن سماع صوت المنبه منها بصوت أعلى؟ هي مسافة 2 متر. رابعاً، أي من الآتي يشكل مصدراً لصوت عالي؟ إنها الطائرة. السؤال الثاني، أمامك الرسم البياني التالي والذي يبين بعض مصادر الصوت وأكبر مسافة يسمع من خلالها الصوت. انظر للرسم البياني ثم أجب عن الأسئلة التالية: أي صوت يمكن سماعه عند أبعد مسافة؟ من الرسم البياني نجد بأن الجرس هو الذي يمكن أن نسمعه من أبعد مسافة. ب. أي مصدر صوت يحتاج إلى أقصر مسافة لنستمر في سماعه؟ إنه دقات الساعة.
جيم، ما المصدر الذي كانت أكبر مسافة سمع من خلالها هي 6 متر؟ إنها حديث الشخص. ورقة العمل 6، ما الخاصية التي تصف الصوت العالي والمنخفض؟ إنها خاصية علو الصوت. ثانيا، ما الخاصية التي تصف حدة الصوت أو غلظته؟ نسمي الخاصية التي نميز فيها حدة الصوت من غلظته بدرجة الصوت. ثالثا، كيف يمكنني إصدار صوتا عاليا وحادا بهذه الأربطة المطاطية؟ سنقوم بضرب الأربطة المطاطية المشدودة بشدة. رابعا، الصوت الذي تصدره سيارة الإسعاف لتنبيه السائقين هو صوت عال وحاد. ورقة العمل 6، السؤال الثاني، أجب عن الأسئلة التالية: ما سبب حدوث الصوت؟ سبب حدوث الصوت هو الاهتزاز. ثانياً، كيف يكون الصوت الصادر عن طبل غشاؤه مشدود؟ يكون الصوت حاداً. ثالثاً، كيف يكون الصوت الصادر عن مزمار عند النفخ عليه بقوة؟ يكون الصوت مرتفعاً. ب: من صندوق الكلمات التالي اختر الكلمة المناسبة لتكون جملة صحيحة. أولا، يصدر الصوت عند اهتزاز شيء ما. ثانيا، يمكننا إصدار صوت حاد من أوتار الجيتار القصيرة. ثالثا، كلما كان غشاء الطبل مرتخي كان الصوت غليظا. رابعا، يمكن للصوت أن ينتقل في الوسط المادي لأنه يحتوي على جسيمات. ورقة العمل 7، أولاً، ماذا يحدث للصوت إذا ابتعدنا عن مصدر الصوت؟ يصبح الصوت منخفضاً. ثانياً، أي الأصوات التالية أستطيع أن أسمعها من مسافة أبعد؟ أستطيع أن أسمع قرع الجرس من مسافة بعيدة. ثالثاً، ما سبب حدوث الصوت؟ إنه الاهتزاز. رابعاً، ما سبب صدور الصوت عند الإنسان؟ وهو اهتزاز الأحبال الصوتية. ألف، حدد درجة الصوت في الصور التالية: في الصورة الأولى، صورة سيارة وصوت السيارة هو غليظ. الصورة الثانية، صورة عصفور وصوت العصفور حاد. الصورة الثالثة، لأسد وصوت الأسد غليظ. أما الصورة الرابعة فهي لطفل وصوت الطفل حاد. ب: انظر إلى الصورة الآتية ثم أجب عن الأسئلة التي تليها: أولاً، عند النفخ في زجاجات المياه، أي الزجاجات يكون الصوت الصادر منها حاداً؟ إنها الزجاجة ألف، وذلك بسبب قصر عمود الهواء. وفي نهاية هذه المراجعة، كل الأماني أحبائي الطلبة، لكم بالتوفيق والنجاح.